الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا أخذنا؟ أخذنا الاستنجاء والاستثمار، أخذنا آداب قضاء الحاجة، وأخذنا أنه يجب على المسلم إذا انتهى من قضاء الحاجة تطهير المكان، وتطهير المكان يكون إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، وأخذنا شروط الاستنجاء والاستجمار، وأن المؤمن مؤتمن على طهارته، ولكن لا بد أن الإنسان يبتعد عن وساوس الشيطان ولا يوسوس، يقطع الوسواس وغيره. ها إن شاء الله. موجبات الغسل، أخذنا موجبات الغسل، وقلنا ما الفائدة من معرفة موجبات الغسل حتى تعرف متى يجب الاغتسال، لأنه ممكن يأتيك مثل الأخ هذا الشيخ يشكل عليه يقول الاغتسال يوم الجمعة، من موجبات الاغتسال تقول لا، لكن هو واجب عند من يحضر الجمعة، لكن لا يجب الغسل على كل أحد، لكن المحتلم يجب على كل محتلم يغتسل، صح أو لا؟ أي نعم، هذا أمر آخر، مفهوم؟ تمام. ها يا أخي ما أسمع، مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء، وقلنا معرفة النواقض، نواقض الإسلام ومبطلات الصلاة ونواقض الوضوء ومفسدات الصيام ومحظورات الإحرام، هذا من أنفع ما يكون في العلم حتى تعرف هذه الأشياء، حتى لا تكون عبادتك باطلة. وليس غرض الإمام المؤلف رحمه الله تعالى بتأليف نواقض الإسلام تكفير الناس، لا، غرضه إيش؟ تحذير الأمة، تحذير من الخروج من الدين. لابد أن نحذر الناس، نخوف الناس، نقول هذه الأشياء لو فعلها الإنسان نسرع في السلامة، انتقض الإيمان، انتقض الإسلام وخرج من الدين. تمام. نعم أخي، عرفنا ما هو الاستجمار؟ استعمال الحجارة، المناديل، الأخشاب وما إلى ذلك، والشروط أخذنا فيهم، وقلنا أقل شيء أنه يستعمل ثلاثة مناديل، ثلاثة أحجار، إلا إذا كان الحجر كبير ممكن يستعمل من جهة أخرى وثالثة. تمام. ها يا أخي، أخذنا أن الغسل الاغتسال على صفتين، صفة مجزئة وصفة كاملة. تمام. نعم يا أخي، فروض الوضوء، وقلنا فروض الوضوء أربعة ذكرت في الآية، ونضيف إليها الترتيب والموالاة. الموالاة لا يغسر، لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، والموالاة لابد أن يرتب على ما رتب الله سبحانه وتعالى. نعم. أخذنا صفة التيمم، ينوي بقلبه يسمي يضرب ضربة واحدة ثم يمسح الوجه، ثم ظاهر كفه اليمنى ثم ظاهر كفه اليسرى. طيب، الصلاة إخواننا تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة، فريضة ونافلة. الله سبحانه وتعالى جعل العبادات منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل. لماذا؟ لهذا ليس لك أنت إيش؟ عبد، تقول سمعت وأطعت، مفهوم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أفضل جواب، مفهوم؟ الثاني، النافلة جعلت مع الفريضة حتى تسد النقص الحاصل في الفريضة، وحتى يزداد العبد، لأنه قلنا من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وترك المنكرات والتفكر في مخلوقات الله، صحيح، ودراسة التوحيد. تمام. الصلاة فريضة ونافلة. الفريضة عندنا الصلوات المفروضة الخمس، وصلاة الجمعة، وعندنا النوافل تختلف، عندنا سنن الرواتب وقيام الليل،
آكد السنن الآكد آكد السنن الرواتب. عندنا السنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر أو 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر. آكد السنن الرواتب 2 ركعات مفهوم، لأن واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. طيب ننتقل الآن إلى الركن الثاني من الثالث من أركان الإسلام. ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام يا أخوان؟ عائشة أنت؟ لا لا لا، هذا اللي أمامه. أي ركن الثالث إيش هو؟ أركان الإسلام، أرفع صوتك. الأول الشهادتان، والثاني والثالث الصلاة والزكاة. خطأ. نعم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما الفرق بين ما تقول أنت وما يقول الأخ؟ إيش الفرق؟ أنه لابد أن الصلاة تقول قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروط أركانه وواجباته ومكملاته، ولا يأتي مبطل مبطلات الصلاة. وإيتاء الزكاة لابد تؤخذ من الأموال معينة إلى طائفة معينة، أصناف 8، في زمن معين بمقدار معين. هذا معنى الإيتاء، مفهوم؟ لأنه قد يقولنا هذا عنده 40 مليار، يخرج 40 ريال ويقول أنا زكيت، وقال لكن ما أتى الزكاة، مفهوم؟ تمام. الزكاة، الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة فرض وزكاة نفل. زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين: زكاة بدن وزكاة مال. زكاة البدن هي زكاة الفطر، زكاة البدن هي زكاة الفطر. كل من غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم وجبت عليه الزكاة، إذا كان عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله، مفهوم؟ كل من تغرب عليه الشمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم، لو أسلم قبل المغرب بدقيقة وغربت عليه الشمس وجب عليه إخراج الزكاة، مفهوم؟ تمام. هذه زكاة تسمى إيش؟ بدل. الثاني زكاة مال. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أشياء تحفظها. نحن أخواننا من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، لكن شيء فشيء، مفهوم؟ اليوم نأخذ مثلا شيء يسير، وغدا أكثر، غدا غدا، حتى تضبط العلوم بإذن الله. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4. الأول النقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة في العملات الورقية: ريال، درهم، دينار، دولار، ين، استرليني، المهم سمي ما شئت. تمام. الأول إيش؟ الذهب والفضة، النقدين، وما يقوم مقام النقدين من عملات ورقية. الثاني السائمة من بهيمة الأنعام. سائمة يعني التي ترعى المباح، يعني لا يشتري لها علف، هي تخرج وترعى، هذه يسموها سائمة، تسوم أكثر الحول أو كل الحول، مفهوم؟ هذا ما شاء الله الشيخ عنده إبل ترعى ما شاء الله. إذن سائمة من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ قال 3 أشياء: الإبل والبقر والغنم. الإبل ذات سنام أو سنامين، والبقر أو الجواميس، والغنم ظأن ماعز، مفهوم؟ عنده، وأنا هذا من أصحاب القرقيزية، هذا من قرقيزية عنده مثلا خيول ترعى، هذه ليس فيها زكاة، سيأتي. وهذا عنده غزلان مثلا، وهذا قال عندي دجاج ترعى، قلنا هذه ليس فيها زكاة. تمام. سائما بهيمة الأنعام. والخارج من الأرض حبوب وثمار فقط، مفهوم يا أخي؟ إيش حبوب وثمار؟ خرج بهذا الخضروات والفواكه، خرج بهذا الخضروات والفواكه. الحبوب مثل القمح الشعير، والثمار مثل التمر، مفهوم؟ تمام. الرابع عروض التجارة،
كل ما أعد للبيع والشراء، هذا باب كبير واسع. فالشيخ ما شاء الله عنده سوبر ماركت، ماذا فيه؟ قال فيه كل شيء، مسامير، معدات، مواد غذائية، ملابس، ساعات، نظارات، جوالات، ما شاء الله. إذن هذا إيش؟ عروض تجارة. ممكن في الداخل لحوم، ممكن يبيع أبقار، ممكن يبيع جواميس، ممكن يبيع دجاج حي وميت وأسماك، صحيح؟ فيها الزكاة، صح؟ هذا عروض التجارة، باب كبير. تمام، نعيد مرة أخرى. الأول النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات الورقية. الثاني السائد من بهيمة الأنعام التي ترعى المباح، ترعى الحلال أكثر الحول أو كل الحول، إبل، بقر، غنم. والثالث الخارج من الأرض الحبوب والثمار، مفهوم؟ فقط خرج بهذا الخضروات والفواكه. والرابع عروض التجارة، مفهوم؟ طيب، زكاة فرض وزكاة نفل، أصنع إلى من تدفع الزكاة؟ قال تدفع إلى الأصناف الثمانية. من هم؟ الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الأصناف الثمانية مذكورين، مفهوم؟ المقدار مقدار معين. مثلا قال عندنا في الذهب لابد يبلغ النصاب، نصاب الذهب كم؟ 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام، تمام. والسائل من بهيمة الأنعام فيها الحديث، مفهوم؟ خمس من الإبل إذا بلغت خمس ففيها الزكاة إلى ما شاء الله، مفهوم؟ ومن الغنم من إذا بلغت 40، وهكذا للحديث، خلاص؟ واحدة واحدة بإذن الله سنحسب الزكاة ونعرف بعد هذا. بعده إيش عندنا؟ الحبوب والثمار وعروض التجارة. طيب بعد هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، ارفع صوتك، ها؟ صوم شعبان، رجب، ذو الحجة، قول رمضان يا شيخ، الله يبلغنا وإياك على خير وعافية. يقول صوم رمضان شهر لابد يصام بأكمله. الصيام يقول ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض صيام رمضان والكفارات والنذور، مفهوم؟ والثاني صيام نفل. الصيام يقوم على ركنين، الصيام له لابد من ركنين فيه، الأول الإمساك والثاني النية. إذا لابد في الصيام من ركنين، نية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لابد ينوي، ولابد أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النية في الصيام تنقسم إلى قسمين، نية فرض ونية نفل. نية الفرض لابد من تبية النية بالليل قبل الفجر، ويكفي يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في صيام رمضان عندما يدخل رمضان أنوي أن أصوم، يقول هذه النية تكفي. أما النافلة يصح أن ينوي في أي ساعة من النهار بشرط لا يأتي بمفطر، مفهوم؟ تمام. لكن كل ما كانت النية مبكرة كل ما كان الأجر أكثر. تمام، المفطرات، وقال عندنا مستحبات الصيام ومكروهات الصيام وإيش ومفسدات الصيام، نعم هذا غير مفسدات. تمام، بعد هذا يأتينا إيش الركن الخامس، الحج أو المناسك. يقول حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحج بمكة، ما عندنا حج غير مكة، صح؟ أي نعم. تمام، الحج فيه فرض وفيه نفل. الحج له أركان، كم أركان الحج؟ أخواننا أهل العمرة، لا 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 نريد هؤلاء اللي جايين للعمرة. أوقف الشيخ، أنت نعم أوقف، جالس؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. أركان الحج كم؟ أربعة. هذا علم، تمام، يوقف من أركان الحج ستعرف أركان العمرة، لا تخاف. يقول الأول الإحرام. معنى الإحرام يعني نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، مفهوم؟ إذن معنى الإحرام في ركنية في الحج يعني نية الدخول في النسك، إذن لابد من نية. الأول. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة ليلا أو نهارا. متى؟ قال يبدأ الوقوف بعرفة من غروب يوم التاسع. من غروب ولا من إيش؟ من زوال. يقول مو من غروب، غروب إيش يا رجل؟ من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. شفت هذا الركن الآن؟ تحذف العمرة صارت الأركان عندك في العمرة. الثالث إيش؟ اسمعوك شيء، ما سمعت شيء. الثالث يقول طواف الإفاضة. اسمه إيش؟ طواف الإفاضة. يعني لابد أن يقع هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات، مفهوم؟ أي طواف قبل الوقوف بعرفة هذا ليس من أركان الحج، ما لنا علاقة إيش هو الآن. طواف إيش؟ الإفاضة. طب ما حكم طواف الزيارة؟ من يعرف؟ هو يقول الآن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طب طواف الزيارة واجب مستحب؟ واجب واجب ركن. يقول طواف الزيارة يقول ركن من أركان الحج، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، ولهذا لسنا أهل للإفتاء، صح؟ تمام. وهذا يعني الفقهاء يختبر الطالب بهذا، يقول ما حكم طواف الزيارة؟ سنة. خطأ. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، سمي بهذا الاسم لأن الحاج خرج إلى الحل إلى عرفة ورجع إلى الحرم كالزائر، مفهوم؟ توريط هذا السؤال. نعم، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وسعي الحج، هذه أربع أركان. أوقف، لا لا هناك هنا، أوقف، أعطينا أركان العمرة. قال أركان العمرة هي أركان الحج إلا أن ليس فيها الوقوف بعرفة. أصبح أركان العمرة كم؟ نية الدخول في النسك، والثاني الطواف والسعي، وانتهى هذه الأركان، ما شاء الله. تمام. طيب، إذن لابد من الأركان، الأركان مهمة لأنها ما تجبر، مفهوم؟ طيب، إذن الحج عندنا شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وأنواع النسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد وغير. بالنسبة للمحظورات، محظورات الإحرام، من يذكرها لي؟ كم؟ ها؟ والله هذا علم، تمام، أحسنت. يقول محظورات الإحرام تسعة، تمام، تستطيع تسردها؟ يرحم. ها، بسم الله ما شاء الله. يقول ممكن إذا صعبت عليك المحظورات أن تنخص المحظورات في كم؟ في ما لا فدية فيه، وما فديته مثله، وما فديته كفارة أذى، وما فديته مغلظة. هذه أربعة، هذه محظورات الإحرام، انتهينا. فهمت؟ لا، ما فديته مثل الصيد، مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والثاني ما لا فدية فيه، والثالث ما فديته مغلظة الجماع، وبقية المحظورات فديته فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ إذا ما ممكن تفتو في الحج مثلي. نعم، ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى، هاي الشيخ أوقف، تعرف أنت؟ نعم نعم، هاش
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تحديدا، لابد من 6 مساكين كل واحد نصف صاع، أو ما من الغنم ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. الذي لا يعرف الفرق بين فدية الأذى ودم الجبران هذا لا يفتي في الحج، مفهوم؟